أيها الإخوة المسلمون، بالمحاورة تظهر الحقيقة، ولذلك علمنا الله عز وجل المحاورة في أكثر من موضع. طب نستمع إلى تسجيل صوتي للإمام المهدي، لا ثم بأس، نعود إليك. هو الآن مهديا، هو بصوته. معنا مشاهدي الكرام تسجيل للإمام أحمد الحسن الذي يعتقد فيه الشيخ الشيعي عبد العال سليمة، ويعتقد كذلك الشيخ صفاء العوادي، وهو يقابله الشيخ صفاء ويلتقي يعني به. يعني نستمع إلى هذا التسجيل الصوتي له. ترون الرؤيا حجة على صاحبها فقط، فتردون شهادة المؤمن العادل الذي رأى وسمع في ملكوت السماوات رسول الله صلى الله عليه وآله وأخبره بالحق، فكيف إذن تقبلون شهادته فيما رأى وسمع في هذا العالم الجسماني؟ تلك إذن قسمة ضيزى، تلك إذن قسمة ضيزى، تلك إذن قسمة ضيزى. وأي آية أعظم من هذه الآية الأنبيائية؟ ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. عدنا مشاهدينا الأعزاء، وقد استمعنا إلى صوت الإمام المهدي أحمد الحسن الذي هو بالعراق، والذي يتبعه أخونا الشيخ الشيعي عبد العال سليمة، وكذلك صفاء العوادي وجمع من الناس، ولم يكتمل عدد يعني جيشه الذي قال عنه الشيخ عبد العال سليمة بالأمس 10,313، أليس كذلك؟ نعم. طيب، للإنصاف نأخذ رد الشيخ عبد العال على هذه القراءات الخاطئة في قراءة الأحوال. لم تكن خاطئة. حضرتك أنت من وجهة نظر القراءات. أنت حضرتك تعرف القراءات. أنا أعرف في حفص. تعرف قراءات آل البيت. نعم. يعني هذه يعني القراءات خصوصا لآل البيت. لا أنت حضرتك أنت قراءاتك أنت إيه؟ أنتم تعرفوا القراءات إيه؟ أنت عاوز تعمل مناظرة في القراءات؟ لا شيخنا. يعني أنت عاوز تعمل مناظرة في القراءات؟ شيخنا. يعني أنت حضرتك قراءة حفص عن عاصم دي عن مين؟ يا شيخنا. أنا أقول لك عن مين. اتفضل. بس انتبه، بس بشرط. لا منتبه، بس بشرط. منتبه والله. ايوه منتبه، بس بشرط. هتبسط ان شاء الله. بس بشرط تجيب لي. لا تفضل. ما هي مرجعيتكم في القراءات؟ اعطيني اسم الكتاب. انا عن نفسي ما اعرفش المرجعيه ايه.